غادي نديو هاد الاليمون واحد جوج وناقص واحد وثلاثه. هاد الاليمون هذا كيخالف واحد زيرو وهاد الاليمون هذا كيخالف واحد زيرو، دونك غادي نعملو ايطوال بيناتهم ونعملو العكس بيناتهم، يعني ايطوال على العكس، يعني هادو كنبعدهم على بعضهم بحال مثلا اكس ايطوال ايكغيك، عاود غادي نحسبوها وغادي نحسبو ايكغيك ايطوال اكس وغادي نحسبو نشوفو واش متساويين متفقين. ولا خرجت لنا نفس القيمه يعني كيكون داكشي معاكس على هادشي اللي قلنا، ولا خرجت لنا قيمه مختلفه وكنقولو نو كوميتاس، يعني كان داكشي اللي بيناه باللي صح متفق. دونك هنايا هي واحد واحد جوج ايطوال موان زان تخوا ايكال، غنطبقو هاد الخاصيات اللي هي واحد كروا موان زان ان كروا تخوا بليس دو اللي هي موان زان تخوا بليس دو ايكال موان زان سانك متافقين. دونك حسبنا هادي عطاتنا ناقص واحد خمسة. دابا غادي نحسبو العكس ديالها، العكس ديالها كنقصد بيها مين تسمعو العكس ديالها، يعني بالنسبة هاد المفهوم هذا بالنسبة لي يعني أنا سميتو لهادشي هذا، بالنسبة لي يعني كنقول بلي العكس هو هذا هنايا وهذا هنا. أما هو المفهوم ديال العكس كيعني حاجة ساخرة بحال مثلا إليمون سيميتريك ولا شحال بحال نتفاهمو، مشي تسمعو العكس. المهم ناقص واحد ثلاثة إيطوال واحد جوج، دونك اللي هي ناقص واحد مضروبة في الواحد توا استخدم هاد، ناقص واحد في الواحد ناقص واحد في جوج زائد ثلاثة، دونك اللي غادي تساوي لي ناقص واحد هنا ناقص جوج زائد ثلاثة اللي كتساوي ناقص واحد وهنا كتساوي لي واحد. دونك إذا شنو كتستنتجو بلي واحد في جوج إيطوال موان زان تخوا ديفيرون ديال موان زان تخوا إيطوال أن دو. لاحظتو بلي هذا ما كيساويش فين هو، كيساويش هذا، ألوغ كنقولو بلي هذا ديفيرون ديال هذا، دونك ألوغ إذن إر أو كاري إيطوال، إر أو كاري إيطوال إي أن جروب، شنو قلنا قبيله إي أن جروب ولكن نو كوميتاتيف، أحنا بينا على شنو كوميتات، نو كوميتاتيف. صافي دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني.